بسم الله الرحمن الرحيم. كي كتشوف دابا اخويا الحضور ديال جماهير فريق الرجاء، حضور اخويا كتشوف داكشي سلمي، وحنا باغيين اخويا مبقيناش بغينا هاد الرئيس هذا حسبان هذا، مبقيناش بغينا في الرجاء. هادي ماشي هي الرجاء، هذا ما تسير ما والو اللي كاين دابا في الرجاء. وكنطالبوا من المسيرين واش السنيسي انهم يعطيو الرجاء اتساع، الرجاء راه كبير عليهم. وكنطلب من جماهير الرجاء جميع مزيد من الوقفات هنا امام ملعب الوزيز. اللي خاصو يعرف حسبان، حنا ماشي ضده كشخص، حنا ضد اللي كيضرب الرجاء البيضاوي. وهذا السيد هذا ساهم في تقزيم فريق الرجاء البيضاوي من بعد ما العالميه والعالم كله اعترف بينا. هذا السيد هذا وصل الرجاء للحضيض من بعد ما ان تخيل معايا صحاب الميناج كيتشكاو، ما عمر هادشي كان هذا، ما عمره كان في الرجاء. تنطالبوا حنا بيمشي بحاله، ما بغينا حتى شي حاجه، ما بغينا لا صداع لا ما بغينا لا فتنه لا والو، يمشي بحاله الله يرحم ليه. الا تلاقيتي وجها لوجه اش تقول لي؟ لا تلاقيته نقول الله يرحم لك الوالدين، عطيت التيسي على الراجل الله يرحم لك. انا نطلب له نبوسلو على راسو. سير بحالك، سير بحالك، الشعب ديال الراجل راه يعيا. صابر صابر، قال الضغط كيولد انفجار. نوصلوا شي حاجه لا ما بغينا. دابا مع من غادي يبقى العام الجاي؟ مع هل الجمهور ما كاينش، هل المنخرطين ما كاينش، هل اللعابه ما كاينينش، حتى حد ما كاينش، مع من غادي يلعب هذا السيد؟ لنفرض انه هو بقى صحه دار داكشي اللي بغى، عطى القانون انه يبقى مع من؟ شكون اللي غيدخلوا للتيران؟ منين غادي يخلص هاد اللعابه؟ منين غادي يجيب هاد الموارد هادو؟ حتى حد ما يدير فيه ثقه لا لي سبونسور لا الجمهور لا اللعابه. يجاوبنا على هاد السؤال هذا، غير مرغوب فيه. انا السيد تحياته، انا كنظن ان حياته ضيعه، ان تحياته السياسيه تامه. تيلا باغي يعاود يترشح، حنا كنعرفوا انه هو رئيس الجماعه وكيترشح هادشي الاخير، حنا ما عندناش مع هادشي. تيلا باغي يترشح، شكون باقي غادي يدير فيه ثقه؟ اصغر واحد فينا دابا كيسمع حسبان وشفار. شكون هذا؟ تلاقيتي وجه لوجه اش تقول لي؟ غادي نقول له حسبان. غير الله يخليك جاوبنا على هذا السؤال هذا، مع من بغيتي تبقى؟ مع من بغيتي تبقى؟ حتى حد ما باغيك. شكرا. احنا مدفوعين، واش حنا هاد الجماهير كاملين؟ حنا كاملين مغلوطين، عندنا فينا الغلط. راه كبير وصغير، شبان، كهول، كلشي حضر لهاد الوقفه هادي. انت كتقول لنا حنا مدفوعين، راه حشومه الشعب كامل اللي حضر، كتضيع عليه في وقته، كتضيع عليه في المصالح ديالو. كاين اللي خلى خدمته، كاين اللي كيجيب هكذا الحاجه وحده، كتضيع الفرقه، كتضيع بزاف ديال الحوايج، لدرجه المستخدمين ديال العمال ديال الملعب ديال الوزيز ما تلقاوش المستحقات ديالهم، كلشي مضرور. يعني احسن حاجه تحط التصويرتي تا خويا وتبعد منا. احسن حاجه من احسن، اللهم امين. الله على قبل حاجه وحده، ما مدفوع ما حتى حاجه، جيت على قبل هذا اللوغو هذا. هو الرئيس هذا تنبغي نقول ليه، واش تحشم ولا لا؟ شوف شحال من الحد مخدم فيه البوليس، مخدم فيه القوات المساعده، واش ماشي حشومه عليه؟ اقول لي شو اقول لهاد الناس هادو اللي واقفين دابا والعرقله السير، ها هو الشارع كله هو معرقل. دابا اللي بغى يجي هنا خاصو يمشي من الجهه الاخرى، واش ماشي حشومه؟ واش ماشي عيب؟ هذا الرئيس هذا رئيس فاشل في جميع المستويات، لا في حياته السياسيه لا في حياته الرياضيه. رئيس فاشل، ماشي دويت يقول لك الراجا غارقه مديونيه ديال 23 مليار، واش هذا العقل يتقبلها؟ راه ما يمكنش. شي دويت 23 مليار التزامات مستقبليه ديال النادي، يعني مركب الوزيز بشحال خاصو يتصلح؟ الاكاديميه ديال النادي اللي الراجا يلا بدا فيها بشحال خاصها تصلح؟ ملعب تيسيما بشحال خاصو يصلح؟ قول لنا بحالو كيما، ما تضحكش علينا. هو قال لك حقا 23 مليار الراجا غارقه باش الجمهور يتلف، ما يبقاش يجي لي، حنا غادي نبقاو نجي لي تيمشي بحالو. واش يقول لك؟ تيقول لك الا كان شي رئيس عنده الفلوس مرحبا، وانت ماشي شغلك، ماشي شغلك انت يكون الرئيس عنده الفلوس ولا ما عندوش. والجامع العام بزز منك عاد ديرو، بزز منك عاد ديرو. الطالب راه مشى لعند الجامعه ومشى لعند قدام الطاوله ديالو، الجامع العام غادي يدار بزز منك. وانت افشل رئيس في التاريخ ديال النادي. الراجل اليوم راه عنده 69 سنه، وانا تنشوفك اليوم افشل رئيس. بودريق راه كانت عنده ازمات ياك، ولكن انت كان تيدبرها لراسو، كان تيدبرها لراسو. انت تتبكي بقى لك على الصينيه تخرج وتطلب، وتتقول لك الرجاء عندنا دي مينور اللي خارجين، دي مينور السي حسبان اللي عنده 10 سنين راه حاضر على الاقل خمسه الالقاب ديال الرجاء، وحاضر وصيه بطل العالم. وهذه واحد الكلمه تنقول لك، سير بحالك راه تشوهتي، راك تشوهتي، راك تشوهتي بزاف.